جامعتنا جامعات الكفيل اللي تتميز بعدد كبير من النافورات اللي تنطي بيئة صحية للطالب وتوفر له الأجواء الجميلة والمناسبة للدراسة. بعد ما نكتمل المحاضرات يعني تنطينا فد جمالية للجامعة زائد جمالية البيئة للطالب. النافورات شيء جيد حلو، إضافة إلى أنه تضيف طابع مميز بين المحاضرات بين هاي أوقات الرئيس، ونشوف يعني وقت يعني شيء سمعي حلو، هذا يعني أصوات المياه غير هذا، شيء للنظر هم جميل، يعني شيء نستفاد من عده، وخصيصا بجامعة الكفيل يعني فد شيء كافي ووافي، وخصيصا عندنا بعد نافورة إن شاء الله هم راح يصير بوابة طب الأسنان. أثر نافورات جامعة الكفيل تعطي انطباع جدا جميل للجامعة، واجهة جميلة تفتح نفسية الطالب للدراسة، وكذلك تعطي شعور بالسعادة والراحة. اليوم نحكي على المظهر الخارجي لجامعة الكفيل، تتميز جامعة الكفيل بعدد نافورات يعني تعتبر مكان ترفيهي مثل ما هو دراسة للطالب، تخفف الضغوطات النفسية للطالب يعني أثناء ما بين المحاضرات، أغلب الطلاب منتشرة بسبب جمالية المكان، بسبب النافورات الموجودة، وشكراً لأنه مفرنة هيك أجواء حلوة مرتبة تساعد الطالب على أنه يواجه الضغوط النفسية بسرعة.